أهلا بيكم في وايلد وود. أصحابنا ابتدوا يبنوا النادي بتاعهم على صخرة القلعة، وبابا تشاك كان بيساعدهم، وخلاص قربوا يخلصوا، لكن دلوقتي هما بيرتاحوا شوية من الشغل. قال يا بابا تشاك، هي إيه حكاية صخرة القلعة دي؟ زمان كان في هنا برج مراقبة، وبسبب البرج ده البلد نجت من حريق كبير في الغابة. مش غريب إنهم بنوا برج مشاهدة هنا، المنظر يجنن. ليه البرج مش موجود دلوقتي؟ دي حكاية طويلة، لكن بصوا إيه اللي هناك ده؟ مش ده دخان؟ دي حريقة، الحريقة دي في قصر عيلة كولينز، يلا لازم نساعدهم. ستاك، أول ما ناخد مواقعنا هفتح خرطوم المية وهحتاج. بابا تشاك، كويس إنك جيت، ممكن تاخد الخرطوم التاني وتروح ناحية الشمال ترش مية على السقف قبل ما يولع. طبعاً. خليك ناحية الشمال، من قدام مش من ورا. الفريق ده ياخد كام جروف ويحفروا حفرة كبيرة بين النار وبين الغابة. يلا بسرعة بسرعة، احنا مش عايزينها تتحول لحريقة في الغابة. يلا يلا. ازاي حصلت الحريقة دي؟ مش مهم البيت ابدا، صلوا بس ان محدش يحصل له حاجة. ازاي حادثة فظيعة تحصل لدبدوبة رقيقة زي ميسيس كولينز؟ هي أرملة من 11 سنة، جوزها كان أغنى واحد في المنطقة، لكنها كانت بتحب تخلي الأولاد يجوا يستكشفوا ويلعبوا عندها في القصر القديم. كويس، برافو عليكم، روح من الناحية التانية. سيسي، احنا محتاجين كام جاروف زيادة؟ حالاً. سي جي، نيد، ساعدوني من فضلكم، الخرطوم اتشبك هناك. ايوه كده، خلي بالك كويس. انا سلكته، كفاية كده؟ كده كويس، باين علينا هنقدر عليها، احنا طايلين النار وهنقدر نطفيها. بابا تشاك، انا هساعدك. شكرا يا جوز، بس ده مش تقيل عليكي؟ انا صحيح صغيره بس قويه جدا. انا ما كنتش واخد بالي. طيب انا محتاج شويه زياده هنا يا شباب. ده تقيل قوي، الخرطوم مش راضي يتحرك. يا حضره الرئيس، احنا محتاجين مساعده هنا حالا. اهو تاني شوية كمان. خلاص، برافو عليكم يا جماعة، اتأكدوا انها اتطفت كويس، لان لو في مكان سخن ممكن يطلع شرارة ويرجع النار تاني. عندك فكرة هي ابتدت ازاي؟ لسه، احتمال لمبة الجاز وقعت او شمعة حرقت الستارة، حاجة زي كده. غالبا ما بنقدرش نعرف بالظبط الحريقة ابتدت ازاي. اعتقد اننا طفينا النار هنا، هروح الناحية التانية عشان اشوف. بصوا الفوضى، النار بوظت حاجات كتير، وبعدين كل حاجة غرقت بالمية. أكيد ميسيس كولينز متضايقة قوي. أنا متهيألي إن ميسيس كولينز خايفة علينا أكتر من خوفها على كام أوضة في البيت. بابا تشاك، أنت والأولاد كويسين؟ كلنا كويسين، ما تخافيش. إحنا ساعدنا وجبنا الخرطوم لغاية هنا عشان نطفي النار. أنا شفتكم وانبسطت قوي إن أنا شايفاكم بتشتغلوا مع بعض كويس. على فكرة، ما كانش معروف عني اني قوية جدا. انا زعلانة قوي على الحريقة، تعرفوا ازاي ابتدت؟ ما عنديش اي فكرة، من سنين طويلة وانا ما جيتش ناحية الجزء ده من البيت. تعالوا نرجع الخرطوم لعربية المطافي، برافو يا شباب. انا هشيل من هنا. المعروف عنك يا جوز انك لما بتعوزي بتكوني شجاعة. انا ما كنتش اعرف، أنا كنت مرعوبة. أنا متهيألي إنك كنت شجاعة جدا. مين؟ أنا؟ حقيقي. سي جي، تعالى معايا، يمكن نقدر نكتشف أي حاجة بنفسنا. ستيسي، أنت هتبتدي تاني. كويس كده يا جوز، دي ممكن تكون قضية كبيرة. احنا صغيرين وحتى كمان مش عارفين بندور على ايه. هو علشان كده بيبقى اسمه لغز. استر يا رب. افتكر ان اصغر دليل يحل القضية. انتي مكبرة الموضوع قوي، وكأننا يعني هنكتشف سر. يا خبر ابيض، سيجي ابقى بسرعة، هيقع عليك. ها؟
دلوقتي. برافو عليك يا بابا تشاك. شكرا، انت كويس يا ابني. ايوه شكرا يا بابا تشاك، تحت الحيطة دي انا عرفت سبب الحريقة. قبل الحيطة ما تقع على طول انا شفت علبة كبريت، وكمان شفت صواريخ، وشفت اثار رجل اسد. انت متأكد؟ لو دورنا تحت الحيطة هنلاقي الكبريت والصواريخ، لكن الاثار اكيد اتمسحت. بابا تشاك انا متأكد، انا عارف اثار رجل الاسد. انا كنت شاكك برضو. هو حصل ايه يا جماعة؟ الظاهر كده ان هيو هو اللي ولع في البيت. طبعا هو هيو، اكيد كان غيران اننا بنقعد كتير في قصر كولينز فقرر يحرقه. اسمعوني كويس يا اولاد، كفاية كده، مش عايز اي كلام في الموضوع ده لغاية لما اتكلم بنفسي مع هيو. تشاك، يا جماعة لازم نحاول نمسك هيو، هو صحيح دايما كان غلس لكن دلوقتي هو خطير. أنا موافقك. مش عارفة يا سي جي، لكن ستاج ويليامز قال إنه هيروح لهيو. أنا بقول نستنى، ساعتها هنكون اتأخرنا، مين عارف هيحرق إيه بعد كده. يمكن بيتي أو يمكن يكون بيتك. لأ بيتي لأ. طب وساعتها أهلي هيعيشوا فين؟ ومين يعرف، يمكن ناخد جايزة لو مسكناه. يبقى كده متفقين، لكن هنلاقيه ازاي؟ انا عارف، ممكن نتبع اثره بالكلب البوليسي اللاكي بتاع مستر لاين. عبقري. طبيعي. طيب بما اننا متفقين، ستيسي انتي وجوز حاولوا تجيبوا حاجة فيها ريحة هيو حالا. انا وناد هنجيب لاكي، وساعتها اكيد احنا هنقدر نمسك هيو. انت واثق في الكلب العجوز ده يا نات؟ هو صحيح عجوز، لكن ده اللي نقدر نجيبه. وازاي بقى هنقدر نجيبه؟ ابدا، هنقول بس اننا هناخده المشي. ماشي، ادينا وصلنا. بروس العجوز كان ضابط شرطة، وكلبه المخلص لاكي ساعد في حماية البلد من سنين فاتت. ازايك يا سي جي؟ هو ايد؟ اسمي ند. ازاي حضرتك؟ لاكي ازيك؟ يا اخي اخي، معلش اصل عنده دور برد جامد. مستر لايل، كنا بنسأل لو ممكن نستلف منك لاكي شوية. تستلفوه؟ لا سي جي، قصده اننا ناخده نفسحه. بيتهيالي انه محتاج شوية حركة. موافق يا ولاد، لكن لازم ترجعوا قبل العشاء، أصله لما بيجوع بيبقى شرس قوي. لاكي يلا بينا. ايه ده يا مقرف. لازم امشي من هنا. مستخبي جوه؟ ما افتكرش انه مستخبي هنا يا جوز، المكان واضح قوي. واضح بس للعين اللي مش متدربة، شخص واحد بس يقدر يلاقي هيو دلوقتي، دي شغلانة المخبر العبقري. هايل يا عبقري. ايوه اكيد هو هيو، بصي شوفي. تعرفي احتمال يكون الموضوع كله حادثة. صحيح هو ليه تصرفات وحشة كتير، بس ما افتكرش انه ممكن يحرق بيت. بوز، واضح انك مش فاهمة المجرمين بيفكروا ازاي. عندنا ادلة كفاية توديه السجن. بوز بطلي. فاكرة لما كان هيو لابس الوش ده وبيخوف الاولاد الصغيرين، لكن بعد كده اعتذر لما واحد فيهم عيط؟ ها وبعدين؟ قصدي يمكن يكون مش وحش قوي. بصي انا لقيت حاجة هتنفعنا. اوف
عارف قوي. رائع، بتعملي ايه؟ يمكن نحتاج حاجات. يلا حرك رجلك. انا كنت فاكر ان الكلاب بتحب المشي. بسرعة يا ناد يا شباب. اخيرا. اتفضلوا. ده الكلب البوليسي، ده شكله عنده 100 سنة. انا بقول 200. خد ده. مقرف. ده اللي قدرنا نلاقيه. والشنطة دي فيها ايه؟ شوية حاجات اخدتها من مخبأ هيو. هوهوهو، يا سلام على الغموض. مش ممكن الكلب ده. سيبهولي انا. ايه الكلب الجميل ده؟ مين الشاطر اللي هيلاقي هيو؟ ماما دايما تقول شوية أكل وكلام تمشي الأمور. يلا بينا. تشاك، ما شفتش هيو؟ أبدا، أنا قلقان، يمكن يكون هرب. لا، غالبا هو مستخبي. طيب، أنا لازم أرجع القصر تاني وأقول لمسيس كولينز تصليح البيت هيكلف كام. هيكلف كتير؟ للأسف هيكلف كتير. أنا كنت متوقع إنه هيكلف كده. أكيد مسيس كولينز هتتضايق قوي. ده هيكلف هيو عمره كله عشان يعوضها عن الخسارة. الحقيقة أنا كلمت الضابط هانت وفي ناس كتير قوي بتدور عليه. حد قال لبابا ولا لسه؟ ده أول مكان روحته، لكن الحقيقة إني لقيته مسافر. ده مش كويس، هيو دلوقتي هربان وخايف ومفيش حد يروح له. يمكن الاتنين اللي دايما معاه يعرفوا ممكن يكون مستخبي فين. دي فكرة كويسة، روح لهم انت وانا هروح لمسز كولينز. استنى، هو ده، هو هيو. تعال يا ابني. رايح فين يا كلب يا مجنون انت؟ لا بلاش دي، كله الا دي. لا 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 لا، دي كانت بتاعتي. دي مجرد فطيرة يا ند. دي مش مجرد فطيرة يا استاسي، دي كانت ألذ فطيرة توت، ولازم نمشي بسرعة قبل ما ماما تلاقيها اختفت. ولازم نمشي بسرعة قبل ما ماما تلاقيها اختفت. يلا بقى، اوعى تكسفنا. أخيرا واقع. أنا شفته. يلا يا لوكي امسكه. احنا هنمسكك يا هيو. ده بعدك يا شاطر. معاك حق يا لوكي، أنا كمان مش هدخل وراه. يلا واقفين ليه كده؟ هيهرب مننا. ما تيجوا نغير الخطة خالص. ستيسي، معاك ايه في الشنطة؟ اتفضل. انا عندي فكرة. انت هتحميني مش كده؟ تاني يا سي جي، هتختار سكة خطيرة ومخيفة علشان تحل المشكلة. اسكت يا ند. لوكي في ايه؟ لا يا لوكي، لازم نلاقي يو. وديكم لقيتوني. نفسي اعرف كنتوا ناويين تعملوا ايه لما تمسكوني. سلم نفسك يا هيو، الكهف كله محاصر. مين اللي محاصره؟ بابا تشاك واقف بره. انا هربت منه خلاص. العب غيرها.
طيب هتعمل فينا ايه؟ متهيألي انا محتاج رهاين علشان اخرج من وايلد وود، علشان كده خليتكوا تيجوا ورايا. اكيد بتهزر. مش هتقدر تهرب المرة دي يا هيو، لازم تدفع تمن جريمتك. سي جي من فضلك بلاش تغيظوا لو سمحت. قوموا، احنا هنخرج برا البلد بسرعة قوي. ده متهيألك. استيسي دلوقتي. هايل. سيبوني. جوز روح انت هاتي الضابط هانت، واحنا هنفضل ماسكينه لغايه ما تيجي. مش هتقدر تهرب، احنا معانا كل الادله هنا وهتحوش السجن. لا. أنا آسف جداً، أنا ما قصدتش أولع الحريقة، أنا كنت بلعب بالصواريخ دي لكن جت على السقف بالغلط. أنت كنت قاصد تعمل كده. ستيسي معاه حق يا بابا تشاك، هيو على طول بيعمل حاجات وحشة ودلوقتي كل البلد شافت كده. كان غصب عني، حتى شوفوا أنا جبت كل الصواريخ اللي عندي، أنا مش عايزهم خلاص. لو سمحتم بلاش تودوني السجن. استنى يا هيو، بيتهيألي مسز كولينز عاوزة تقول حاجة. شكرا يا بابا تشاك. سألوني بخصوص تصليح البيت، هيكلف كام؟ الموضوع ما يطمنش. النهاردة الصبح عرفت كام؟ تقريبا التكلفة هتكون 57,000 جنيه. أنا خلاص هيغمى عليا. استنى يا هيو، الضابط هانت والمأمور ستاغ ويليامز انتهوا من التحريات، والنتيجة ان هيو مكبو هو المسؤول عن الحريق وبالتالي عن التكلفة. لكن برضو الظرف ده في شيك ب57,000 جنيه تمن التصليح. هيو انت ما بقيتش مديون ليا، الدين بتاعك اتغفر. نعم نعم. أنا مش فاهم. ميسيس كولينز دفعت، يعني سمحتك. يعني أنا مش مديون خالص؟ ممكن تشكرها. يلا يا ابني. ميسيس كولينز أنا ما قصدتش، ما فيش حد أبدا عمل معايا حاجة زي دي أبدا، أنا آسف. أنا مسامحاك، بس استنوا دقيقة. بس ده هو ما يستحقش كده. انت معك حق يا ستيسي، هي دي النعمة، انك تاخدي حاجة كويسة ما تستحقهاش. انا مش مصدق اللي عملته. اصلها سيدة ممتازة، اتمنى يا هيو انك تتعلم من اللي حصل. انت يا هيو اتغفر لك كتير. جبت لكم البسكوت اللي بتحبوه. بسكوت هي ماما ستيسي عملت لي البسكوت الطازة ده النهاردة. دي فيها شوكولاتة. ستيسي مامتك دي أحسن طباخة في الدنيا. لا يا لاكي ابعد. لا لا ابعد عني بلاش قرف. لا 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 ل